شغلنا مع بعض اجهزه كتير قويه اكيد من ابل، منهم للمستخدمين العاديين ومنهم للمحترفين. بس النهارده بقى عايزين ناخد موضوع لليفل اعلى. ده فعليا اقوى ما انتجت ابل. استعدوا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله يعني بخير. والنهارده جايب لكم منتج فعليا تم الاعلان عنه في WWDC اللي فات، يعني فعليا من كام يوم، من فتره مش طويله، ووصل اخيرا. الجهاز يا جماعه زي ما بقول لكم اقوى حاجه عملتها ابل على الاطلاق، اقوى جهاز ممكن تشتريه من ابل دلوقتي. وخلينا نعمل انبوكسنج مع بعض ونستكشف مع بعض هذا الوحش الجديد. جوه البوكس الكبير هنلاقي عندنا هذا البوكس المكعب جدا باللون الابيض اللي شكله ممتاز. اللي تابع القناه عارف ان احنا عملنا تجربه انبوكسنج شبيهه بدي قبل كده. الصندوق تقيل ودنس جدا. تجارب الانبوكسنج من ابل دايما ممتعه بصراحه. البوكس فيه هاندل لطيفه، كل حاجات دي مصنوعه من الورق بشكل ما. بول تاب كده عشان نقدر نعمل فتح للجهاز ونفتح ونشوف. ولما اقول لك اقوى جهاز توقع انك تسمع ارقام هنا ما سمعتهاش قبل كده اطلاقا. فعليا حاجات يعني مجنونه، حاجات غير متوقعه على اي جهاز يكون فعلا حقيقي في السوق. تجربه البوكس هنا زي ما شايفين لطيفه جدا. عندك سهمين معناهم انك تسحب الجناب دي لبره. معرفش بيصنعوا الكراتين دي ازاي، تجربة شبيهة بالسنة اللي فاتت. طبعا ده الجهاز، بس عندنا حاجات موجودة هنا في الكفر. طبعا مانيوالز واوراق، ولما تشوف ان عندك ستيكر لونه اسود تعرف ان انت جايب منتج مفترس، يعني مش اي حاجة بيجي معاه الستيكر الاسود. اوكي، بعد ما نفتح الجهاز بهذه الطريقة بنقدر نسحب الجهاز دلوقتي بسهولة من جوه. وهذه القنبلة حاجة تقيلة فعليا. وعندنا تحت هنا كيبل الباور، طبعا بريدد كيبل زي ما انتم شايفين، فيري هاي كواليتي. والجزئيه اللي تحت دي بص كده يعني باونسي كده، بتقعد تتحرك عشان تحافظ على الجهاز في الشحن والخبطات وما اعرفش. انا بحب الحركات اللطيفه دي، وده بوكس يعني تقدر تحتفظ بيه. بس خلينا نركز دلوقتي بقى مع الحاجه المهمه، هو هذا البوكس الخارق. نقشر دلوقتي الكفر، كل حاجه دلوقتي مصنوعه من الورق. وزي ما انتم شايفين حاجه بهذا المنظر اللي مش كبير اطلاقا، وانا بقول لكم انها اقوى ما انتجت ابل. خليني افسر لكم ليه. ده يا جماعه ابل ماك ستوديو لسنه 2023، والجهاز ده اصبح ممكن فعليا بسبب الابل سيليكون وتشيبات ابل. ده يعتبر الجيل الثاني بس من الجهاز ده، يعني السنه اللي فاتت اللي اتقدم فيها كان يعتبر اول مره بيتقدم حاجه اصلا اسمها ماك ستوديو، وانا من ساعتها بستخدم الجيل الاول ومنبهر بيه لحد النهارده. والسنه دي ابل اخيرا ركزت تاني مع الماك ستوديو عشان توصلوا ان هو زي ما قلت لكم يكون اقوى جهاز، اقوى حاجه ممكن تشتريها دلوقتي. التصميم من بره هو نفس قبل كده. اذا ما شفتش تجربتي للماك ستوديو، اذا ما تعرفش عن يعني الجهاز ده، وزي ما شايفين حاجه شبه المكعب كده، حجمها مش كبير اطلاقا. يعني هو ليه وزن، يعني ليه وزن محترم. طبعا دي حاجه مش بتشيلها، ده بتحطه على الديسك توب. وتخيل ما يكون عندك مثلا كيس كمبيوتر عملاقه عشان يكون فيها كل الحاجات القويه بتاعتك وما اعرفش ايه. هو ده، دي الكيس اللي فيها كل حاجه انت محتاجها فعليا في هذا الحجم الغريب. اذا تعرف الماك ميني فده كانه كذا ماك ميني فوق بعضيهم. وزي ما انتم شايفين ماك ستوديو محفوره تحت. كل الجريل دي هي اللي بيعمل ساكشن او بتشفط الهواء من حوالين الجهاز وتدخله وتطلع الهواء السخن من الجريل الكبيره جدا اللي في الظهر. الجهاز ده مقفول، ما ينفعش تفتحه، او مفيش حاجه تقدر تعملها كابجريد ولا تعديلات. الحاجه اللي تشتريها من اول يوم هي اللي بتفضل معاك لحد اخر يوم. ولحد دلوقتي بصراحه الجهاز اللي معايا اوريدي يعني مفيش اي حاجه وقفته اطلاقا. الماك ستوديو الاولاني فعليا لحد النهارده جهاز ساحق، ما عدا حاجات بسيطه جدا هي اللي ممكن مش توقفه، يعني تبطئه حاجه بسيطه. وحاجه واحده اساسيه كنت بعتبرها بصراحه عيب في الجهاز، او الحاجه اللي انا كان نفسي انها تتطور واخيرا بقت موجوده هنا، اقول لكم عليها دلوقتي. خليني اخدكم جوله سريعه حوالين الجهاز اللي ما اتغيرش شكله ولكن اتغير فيه حاجات مهمه. عندك هنا من الوش 2 ثاندر بولت، ومعاهم كمان مدخل اس دي كارد عشان تسحب الكارت من الكاميرا مباشره. ومن الظهر عندك 4 ثاندر بولت تانيين، مدخل ايثرنت سريع، مدخل الباور شبه ميكي ماوس جدا، وعندك 2 يو اس بي اي و اتش دي ام اي و 3.5 مللي. وفي على فكره كمان سماعه صغيره في الجهاز عشان لو عايز تستخدمها كده يعني كتست او حاجه. فكل مداخل فعليا انت محتاجها موجوده هنا. طيب ايه اللي بيخلي الماك ستوديو الجيل الثاني هو اقوى جهاز دلوقتي وليه متطور كتير عن الجيل اللي فات؟ الشيب. الشيب الموجوده هنا ابل بتقدمها فعليا لاول مره، اعلن عنها في دبليو دي سي المره دي، وهي الام 2 الترا. ايوه يعني ايه يعني ام 2 الترا ده؟ اسمع بقى واسبهل معايا. الام 2 الترا فعليا عباره عن 2 ام 2 ماكس اللي هي الشيب الموجوده في اقوى لابتوب، اقوى ماك بوك في العالم، 2 مشبوكين في بعض. بمعنى نازل الجهاز الصغير الكيوت زي ما انتم شايفين بيجي لك مع 24 كور سي بي يو، 76 كور جي بي يو، 32 كور نيورال انجن،
192 جيجا رام او يونيفايد ميموري 192 جيجا يعني ايه اصلا، ومعاهم مذاكره داخليه 8 تيرا. انا عايزك تستوعب معايا كده بس ايه الارقام دي، ركز كده معايا، ركز كويس. 24 كور سي بي يو و76 كور جي بي يو، دي الشيب ده الام 2 الترا، معاه 192 جيجا من الرام الذاكره اللي تقدر تستخدمها كارت الشاشه او السي بي يو كمان، مع 8 تيرا من النوع السريع جدا جدا. طبعا انت عندك اوبشنز تانية اقل شويه لكن ده اعلى كونفيجريشن، ده التوب. عشان كده بقول لكم ده اقوى جهاز بيبيعه ابل حاليا، مفيش اقوى من كده. طبعا ممكن تسال ايه اللي ممكن تعمله مع جهاز زي ده، ولكن السؤال الصح ايه اللي مش ممكن تعمله مع جهاز زي ده، ده فعليا بيعمل اي حاجه، الجيل الاولاني بيعمل اي حاجه. بس دلوقتي حان الوقت ان احنا نجرب ونشوف الفرق فعليا ما بين الام 1 الترا والام 2 الترا الموجود هنا. اوكي يا جماعه، بعد عمليه الانتقال ما كانتش صعبه بصراحه ما بين الماك ستوديو اللي فات والماك ستوديو الجديد، وبعد مجموعه من التجارب والريندرز والحاجات دي خليني اقول لكم بقى ايه الحاجات الجديده او ايه اللي اتحسن فعليا مع الماك ستوديو الجديد. واول فرق شاسع قابلني انا شخصيا هو اكيد السرعه الصاروخيه للسكرينز نفسها. دلوقتي اخيرا بقى عندنا هاي باند ويدث للاتش دي ام اي، بمعنى ان هو بينقل داتا اسرع، دي حاجه ما كانتش موجوده في الجيل اللي فات. وده معناه لما اروح دلوقتي على السيتنجز واشوف الاوديسي ارك اللي انا بستخدمه دلوقتي اشوف ان هو شغال على 165 هرتز، مع الفارق ان الجيل اللي فات كنت بستخدمه على 60 هرتز بس وما كانش قدامي اوبشن اعلى من كده، فده فرق شاسع. انتقلت من 60 ل 165، كل حاجه هنا بقت طياره جدا جدا. واقدر كمان اخليه فاريبل ريفرش ريت لو عايز ما بين 48 ل 165، ما اعرفش ليه ممكن ابقى عايز اعمل حاجه زي دي، ولكن انا مشغله على 65 والاحساس غير تماما، يعني اكتر من 3 اضعاف هنا مثلا كام، يعني الموضوع سريع جدا قريب داخل على 3 اضعاف. مع الماك ستوديو اللي فات لو عايز تاخد ريفرش ريت اعلى من 60 لازم توصله بثاندر بولت، فلازم يكون عندك مونيتور بيدعم ثاندر بولت او ديسبلاي بورت. انا المونيتور اللي عندي ما فيهوش غير اتش دي ام اي، فالفرق دلوقتي بقى معانا شخصيا واي حد هيستخدم مونيتور بيدعم اتش دي ام اي او التلفزيونات الكبيره تقدر توصل لحد 240 هرتز مع ال 4K او تاخد 8K 60. طبعا تقدر توصل اساسا 6 شاشات بالجهاز ده من نوع ابل ديسبلاي، الموضوع مجنون. دي اول ميزه محسوسه مباشره من غير حتى ما ابدا الشغل في البراوزنج في اي حاجه، في حركه الماوس نفسها كل حاجه طبعا اسلس بمراحل. بس طبعا الحاجه المهمه هنا انا بشتغل الجهاز ده للمونتاج والاديتنج، كل شغل القناه فعليا بتعمل على الجهاز ده، فكان مهم يكون في فرق في السرعه. ففتحت دلوقتي بريمير اللي انا بستخدمه وخلينا نشوف اللي شايفينه ده مشروع متصور عن طريق كانون R5، الفايلات بتاعتها دايما تقيله جدا 4K 30 فريم، ويعتبروا زي ما شايفين يعتبروا يعني اللي ليك في المونتاج عندك فايلين 4K فوق بعضيهم، ده جاي من كاميرا وده جاي من كاميرا ثانيه، والاثنين R5 الاثنين 30 فريم، وفي شويه افكتس وفي شويه كلر جريدنج وفي شويه تظبيطات والسلاسه هنا، يعني زي ما انتم شايفين ما فيش اصلا اي حاجه. بريمير مش معروف اصلا بالسلاسه قوي، لكن ما فيش يعني ما فيش اي مشكله اطلاقا في اي حاجه مع ماك سيليكون بصراحه. ابل سيليكون دلوقتي بقت بتشغل بريمير باقصى سرعه ممكنه على الفول كواليتي زي ما انتم شايفين، مفيش اي مشكله. واوصل اي نقطه ادوس بيعمل بلاي، اوصل اي نقطه ادوس بلاي، مفيش اي لاج مفيش اي بطء. الشغل في التايم لاين نفسه ممتع بصراحه مقارنه باي حاجه تانية، والفرق واضح جدا مع اجهزه ويندوز في النقطه دي بالذات، يعني غير وقت الريندر الفرق هنا في سلاسه التايم لاين، وان مفيش اي بطء اطلاقا ولا اي لاج مع اي نوع فايل تقريبا بنستخدمه. بس طبعا كل الكلام ده عادي جدا مع جهاز زي ده، ال 4K بالنسبه له ولا اي حاجه. فاللقطه اللي انا بصورها دي حاليا عباره عن لقطه 8K 30 فريم برضه بال R5، الفايل يعتبر تقيل بشكل مرعب على اي جهاز، ولو حطيته على بي سي فعليا غالبا بيموت او يعني بيكون بطيء جدا جدا. وخلينا ناخدها كده ونجربها هنا. ادي الكليب حطيته على التايم لاين عشان تبقى مستوعب الفايل الصغير ده الكام ثانيه دول، 8 جيجا 8 جيجا و100 ميجا فعليا، وده كليب 8K يا جماعه. عايزك تتفرج البرفورمانس عامل ازاي. بص ده 8K، بص انا بتحرك فيه زي 8K من الار 5 عشان تشوف ان هو 8K اقدر ازوم فيه لحد ما اوصل لشعر دقني، وهتلاقي الدنيا واضحه جدا جدا وشكلها غريب اكيد، بس 8K يا جماعه. اوكي انا ممكن اعمل حاجه ثانيه كمان، عايز اوريكم يعني حركه، ممكن ارفع دول كده معلش واخد ده اكرره ثاني، 1 2 3 4 كليبات 8K فوق بعضهم، ومحدش يقول لي لا ما هو كلهم زي بعض، لا هو مش بيعملهم كلهم زي بعض، حتى لو حطيتهم مختلفين يبقى نفس الموضوع. زي ما شايفين السرعه والسلاسه جدا، فانت اي حاجه هتعملها اي فايل هتحطه هنا مفيش اي مشكله اطلاقا. وعلى فكره ال 8K حاسه اسلس المره دي من الجيل اللي فات. بص خلينا نزودهم كمان، 1 2 3 4 5 6 7 ستريمز 8K من غير اي مشكله، وادوس بي بلاي
واو. طبعا كل واحد ليه طريقه شغل مختلفه وليه حاجات مختلفه بيعملها كبنش ماركس، ده هيديك ارقام اعلى بكتير من اي حاجه، بالذات لو انت بتشتغل مع بلندر وحاجات 3 دي، حاجات بتستغل فعليا كارت الشاشه اللي هنا. انا بتكلم على شغلي، مش فارقه معايا ارقام البنش ماركس بصراحه، بس دي سلاسه مهوله جدا جدا. بس طبعا وقت الريندر برده هو اللي هيحدد لنا فرق شويه البرفورمانس. فانا قارنت نفس المشروع، عملت له ريندر على الام 1 الترا، الام 2 ماكس، والام 2 الترا الجديد. ايه الفرق؟ اوكي، المشروع بيترندر ده عباره عن مشروع 16 دقيقه طالع منه 2 ستريمز فوق بعضهم 4K مع كل الافكس مع كل الحاجات من الار 5. مع الام 2 ماكس الموجود في الماك بوك برو اخذ معايا 11 دقيقه و13 ثانيه بالظبط، وتشيز اكيد رقم ممتاز جدا جدا. لكن مع الام 2 الترا جاب معايا 5 دقائق 42 ثانيه، ده فرق شاسع يا جماعه، دي قفزه مهوله في اختصار الوقت. مقارنه مع الماك ستوديو اللي فات مع الام 1 الترا جاب 6 دقائق و22 ثانيه، وتش ستيل فرق لطيف جدا جدا انك تاخده مقارنه بالجيل اللي فات. على فكره بريمير يعتبر من ابطا البرامج في وقت الريندر، والفرق ده هتشوفه احسن بكتير لو استخدمت فاينل كات او دافينشي ريزولف، وهتشوف كمان سرعه الريندر اسرع بكتير من بريمير. اتمنى بريمير يعني يحسن نفسه شويه في النقطه دي. ومع كميه الرام الموجوده هنا انت ممكن حرفيا تعمل اي حاجه من غير ما تحتاج تقفل ده عشان تفتح ده او تفتح ده عشان تسرع ده، مفيش اي حاجه اسمها كده. افتح كل البرامج بتاعتك، افتح 10,000 تاب على كروم، مفيش اي مشكله. والحاجه اليونيك المميزه المختلفه جدا، بص الجهاز قد ايه، ده جهاز انا حاطه جنب المكتب عندي يعني اكبر من ماوس بحاجه مش بكتير يعني، ومفيش اي صوت. هو المفروض في مروحه بس انا مش سامعها اطلاقا، انا مش مدرك هي شغاله ولا لا، ممكن تكون شغاله بس مفيش اي صوت للجهاز ده مع كل اللود مع ال 8K مع كل حاجه، ولا مفيش اصلا، مش فارق معايا الحاجات دي خالص. وعلى فكره دلوقتي مع دخول ابل شويه في عالم الجيمنج ممكن الجي بي يو دي كمان تفرق معانا بعد التول كيت الجديده اللي معموله عشان ينقلوا جيمز ويندوز على الماك، ممكن نستفيد منها فعليا في اداء اعلى في الجيمز بعد كده. من الحاجات اللي اتطورت دلوقتي كمان على فكره ان ابل بتستخدم درايفز اسرع في الريد والرايت من الجيل اللي فات، وبتستخدم كمان واي فاي 6 اي عشان تاخد اسرع سرعه على الانترنت مع بلوتوث كمان متطور عن الجيل اللي فات. فدي كل حاجات ابجريدز ممتازه. بص ده جهاز غالي غالي جدا، بس مفيش اقوى من كده في السوق. حتى الماك برو نفسه اللي ابل بتعمله المفروض ان هو ليفل اعلى، الكيس الكبيره التشيز جريتر دي، نفس البروسيسور موجود هنا بالظبط، لكن الفرق فيهم ان دلوقتي بقى عندك اماكن تحط فيها بي سي اي سلوتس زي ما كان موجود في الجيل اللي فات من الماك برو. لكن انت مش محتاج بي سي اي سلوتس عشان اصلا مفيش ابجريد للفيجا هناك ولا الرام، فكل حاجه عندك موجوده اوريدي هنا انكلودد في باكج قد كده يا جماعه، وتقدر تعمل بيه فعليا اي حاجه. ده للمحترفين جدا، واحد زي مثلا شغله كل يوم شغال على الايديتنج، والدقايق هتفرق معايا فعليا ان انا اطلع شغل اسرع، شغل احسن، شغل يريحني نفسيا، اقدر احط افكتس اكتر، تعمل حاجات اكتر، ده ليك تقدر تطلع بيه شغل بجد. لكن ما تقولش ده غالي قوي ليه ابل بتعمل كده، مش هو يبقى انت مش موجه ليك انت فعليا. بس ده جهاز ساحق وخارق زي ما كان اللي فات جهاز ساحق وخارق، بس المره دي حسنوا الحاجات اكتر من ناحيه الاتش دي ام اي، من ناحيه انك تقدر الجي بي يو بتستغل فعليا انها تدخلك سرعه اكتر يعني من الريندر للشيبين مع بعض الملحومين الام 1 ماكس والام 1 ماكس والام 2 ماكس والام 2 ماكس. المهم الجهاز رهيب من الاخر يعني. لو انتوا عندكم تجارب عايزين نعملها عليك اكتبوا لي في التعليقات. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تابعوا يعني في تشتركوا في القناه عشان جرس النبيه عشان الجديده اول باول، الى كمان تابعونا على انستغرام فيسبوك تويتر تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.